مجموعة هولندا الدولية المصرفية متعددة الجنسيات والمعروفة باسم ING تعتزم إجراء عملية إعادة تنظيم شاملة تشمل خفض 7000 وظيفة وتبسيط العمليات إضافة إلى توطيد الإدارات المركزية 2300 وظيفة في هولندا و3000 أخرى في بلجيكا بحلول العام 2021 إضافة إلى 900 وظيفة تتعلق بالمواردين الخارجيين الأسد البرتقالي يمل في الحفاظ على 900 مليون يورو سنويا 800 مليون يورو سيتم استثمارها في التحول الرقمي محلل أسواق في CNC جاسبر لاولر يقول خفض الوظائف في الغرب وبطريقة أو بأخرى تحويل الوظائف إلى مناطق أقل تكلفة يعتبر جزءا من عملية اقتصاد عالمية في هذا العصر الذي يشهد انخفاضا في سعر الفائدة ما يضغط على المؤسسات المالية بعائد الاستثمارات وعائدات على القروض بالنسبة للمصارف الهدف من هذه العملية حسب المسؤولين ليس فقط تخفيض التكاليف من الناحية الهيكلية بل لضمان أفضل الممارسات في كل بلد من البلدان التي يعمل فيها البنك من خلال مجموعته المتكاملة وإجراء عملية دمج للمزيد من الوحدات